أحمد بن أبي الحسن الخرقاني، أحمد الطبراني، صوفي مدفون بنيسابور يعني بإيران، تكلم مع أبو سعيد في قبره إسماعيل الصابوني، ما معاصر للقشيري وأبي سعيد إيشينيلي، سيدة صوفية من نيسابور ظلت ولا تغادر قصرها 40 عاما، كان أهل نيسابور يتقربون إليها، وكان لها قصر ولبست الخرقة عن أبي سعيد بابا حسن إمام الشيخ في الصلاة بنافولة من عظماء مريد الشيخ محمد في سرخس، بشر الحافي السيد الحسين بن محمد حبيب العجمي، هذا أبو المستشار القانوني، الحسن البصري، حسن بن المؤدب خادم الشيخ ومريده الخاص، حسين بن عباد الويشي مريد أبي سعيد، الحلاج حمزة التراب مريد لأبي سعيد، وسمي حمزة التراب لأنه كتب رقعة لأبي سعيد ووقعها بكلمة تراب القوم، وحمزة السكاكين صانع سكاكين وكان مريد لأبي سعيد، الخضر داود المصري، رابع السري السقطي، هذا خالد جنيد البغدادي، سعيد الصوفية ذكرها أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الناكسات، سفيان النوري نوري شاهل بن عبد الله التستري سيادي، سيدة عجوز متصوفة معاصر أبي سعيد، الشافعي الشبلي، طلحة بن يوسف العطار البغدادي تلميذ لأبي سعيد، عبد الصمد السرخسي مريد الشيخ أبي سعيد الخاص، عبد الملك الطبري زاهد الحرم المكي من عظماء مشايخ عصري، أبو عبد الله الأنصاري شيخ الإسلام صاحب منازل السائرين تتلذم لأبي سعيد، عبد الله بن الفرج العابد يروي عنه أبو سعيد، عبد الله بن المبارك علي حسن شيخ الصوفية في كرمان معاصر لأبي طاهر بن أبي سعيد، علي الجناز شيخ الصوفية في مرو معاصر لأبي طاهر بن أبي سعيد، علي الطرطوسي مريد أبي سعيد، علي زين العابدين وعليك مريد الشيخ أبي سعيد، وخليله فاطمة ابنة أبي علي الدقاق زوجة الإمام القشيري كانت مريدة لأبي سعيد، تحضر مجالسه ووعظه، قتيبة اللحاد الذي دفن أبي سعيد، وابنه أبا طاهر كعب الأحبار، واللقمان السرخس مجذوب من عقلاء المجانين، عرف أبي سعيد في بدايته محمد الباقر، محمد بن عبد الله الطبري مريد أبي محمد الجريجري، وكان أبو العباس القصاب مريدا للطبري، محمد بن عليان النسوي معروف الكرخي، المعشوق الطوسي، يحيى التركي مريد أبي سعيد، يحيى بن معاذ الرازي، يوسف بن الحسين. آمين.